طيب نروح مره تانية لملعب براء وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. من جديد بنضم ليك كابتن ايمن، تحياتي ليك وكل ضيوفك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق وتاهل مستحق، ومعانا يعني واحد من نجوم المباراه وصاحب الهدف النهارده محمد عبد المنعم. يعني محمد الف مبروك الهدف والف مبروك الفوز. اعتقد مباراه في اجواء صعبه، ولكن لعيبه النادي الاهلي متعودين على الاجواء دي ودايما عند حسن ظن جمهورهم بيهم. الحمد لله بحمد ربنا طبعا على الهدف والفوز. لعيبه رجاله زي ما انت بتقول، لعيبه النادي الاهلي دايما بتحط في مواقف ديت كتير، المواقف دي بتبين الرجاله فعلا. لا اللعبة كلها رجاله النهارده، وحتى تشوف الدكه النهارده الناس كلها تموت وتنزل عاوزه تشارك في المكسب ده او عاوزه تساعد. فبحمد ربنا والحمد لله على المكسب، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. يعني جمهور النادي الاهلي كان كله ثقه فيكم، ما كانش في حد عنده شك ولا 1% انكم مش هتصعدوا من هنا من مركب محمد الخامس. كنتوا بتقولوا لبعض ايه، وكنتوا شايفين ثقه الجمهور دي ازاي؟ والله كلنا كنا قعدنا مع بعض قبل الماتش، من ساعه اول ما وصلنا قعدنا مع بعض واتكلمنا، وان شاء الله الرجاله احنا جايين هنا احنا عارفين احنا عاوزين ايه، عاوزين التعادل او المكسب، اي نتيجه ايجابيه لينا. فالحمد لله الحمد لله لعيبه رجاله، وبشكر اللعيبه كلها وبشكر الجهاز الفني وبشكر طبعا الجمهور، جمهور دايما في ظهرنا. بطلب منهم طلب ان هم الفتره الجايه بقى سند لينا ودعم لينا زي ما هم ماشيين كده. باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله، ويبقى البطوله دي من نصيبنا، نتعب ونشتغل وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. البطوله دي ان شاء الله نكسبها، هتبقى الثالثه على التوالي، ده انجاز ما حدش عمله كده، بس هتبقى الاولى لمحمد عبد المنعم. شايف البطوله ازاي؟ انا بتمنى ربنا يكرمني في البطوله دي بالذات عشان اعوض البطوله بتاعت المنتخب، اكيد كان نفسي اخد بطوله المنتخب. فان شاء الله باذن الله باذن الله اتعب واشتغل واركز الفتره الجايه باذن الله علشان احصد بطوله افريقيا ان شاء الله. شكرا محمد التوفيق دايما. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع محمد عبد المنعم مدافع فريق النادي الاهلي وصاحب هدف الفوز النهارده وواحد من نجوم المباراه. كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، كل لعيبه النادي الاهلي عند حسن ظن جمهورهم بيهم، مكملين ومزيد من اللقاءات. كابتن ايمن الكلمه لحضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.